النهارده بقى انا بتحداكي وبتحدى اي بنت معايا هنا في القناه، تحدي ما بيني وما بينكم، وتيجوا تقولي لي في الكومنتات الوصفه دي هتخلي بشرتكم دي بيضه زي القشره. يا بنات الوصفه دي بتفتح من اول مره، يعني لو عندك مناسبه وعايزه تفتحي بشرتك وتخليها منوره وبيضه زي القشره عليكي وعلى الوصفه الرهيبه دي، هتخلي وشك منور. استخدمي الماسك ده قبل ما تخرجي وشوفي بقى جمال بشرتك، مش هتحتاجي تحطي ميك اب خالص. وصفه رهيبه لتفتيح لون البشره فوري وازاله اي تصبغات وسلخ السواد من اول استخدامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مويا من قناه وصفات سحريه مع مويا. النهارده ان شاء الله حبايب قلبي هنعمل مع بعض وصفه رهيبه، وصفه حكايه، وصفه حلوه قوي 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 من كتر جمالها، بجد مش قادره اقول لكم هي قد ايه حلوه. الوصفه دي لتفتيح لون البشره فوري من اول ما هتستخدمها، بتفتح قوي قوي وهتخلي بشرتك دي قمر كده. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه بقى يا برنسات قلبي، انا عايزه اقول لكم قبل ما نستخدم الوصفه، عايزه اقول لكم على تقشير حلو قوي قوي هتعمليه قبل الوصفه على طول علشان تديكي نتائج حلوه قوي. في كمان حركه بعد الوصفه لو عملتيها هتخلي بشرتك قمره. اتبعي معايا الفيديو للاخر، والله هي خطوات بسيطه ومش مكلفه خالص، هتعمليها في دقيقه. بصوا حبايب قلبي، اول حاجه هنجيب معلقه من السكر الخشن مع معلقه من القهوه ومعلقتين من معلقه واحده بس من الجليسرين، تمام؟ هنقلبهم، هيبقى القوام عامل زي الرمله كده. هتبداي ان انت تدلكي بيهم بشرتك كويس قوي 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 وتحكي كده في بشرتك وتعملي الصنفره الجميله دي على بشرتك. بعد كده هتبداي تغسلي بشرتك بالميه الدافيه. ده هنعمل الخطوه دي قبل الوصفه على طول، ويفضل ان انت تعملي الخطوه دي كمان كل ما تيجي تعملي وصفه تفتيح علشان تديكي نتائج هايله، تمام؟ انا بعمل الخطوه دي فحبيت ان انا افيدكم بيها. بصوا حبايب قلبي، اول خطوه في الوصفه ان احنا هنجيب معايا هنا معلقه كبيره من الرز العادي، الرز المصري العادي، وممكن اي نوع رز متوفر عندك او في بلدك، تمام؟ طبعا الرز من الحاجات الفظيعه للشعر وللبشره، حاجه كده خيال. طبعا هنبدا ان احنا نجيب الرز بتاعنا ده وهنبدا ان احنا نغسله كويس قوي، تمام؟ بعد ما هنغسل الرز بتاعنا هنبدا نجيب كوباية مية وهنبدأ ان احنا نحطها على الرز بتاعنا. طيب بعض الوصفات او معظم الوصفات بتاخد الرز ده مع المية وتقلبه على النار لحد ما يغلي وتسوي الرز عشان تحطه على بشرتها، وده غلط كبير جدا وما بيديش اي نتائج غير نتائج بسيطة قوي. الحركة الصح اللي هتديكي تبييض وحاجة كده فظيعة ان انت بتاخدي المكونات دي وبتنقعيهم من بالليل لحد الصبح او 48 ساعة زي ما انا عاملة كده. بصوا انا نقع الرز بتاعي 48 ساعة، بصوا الرز عامل ازاي، بص المية بتاعته عاملة ازاي. ده النتائج اللي هيديكي نتائج حلوة قوي في التفتيح. فهتاخدي الرز بتاعك ده وهتنقعيه من بالليل لحد تاني يوم بالليل، تمام؟ بعد كده بعد ما هتنقعيه من بالليل لحد تاني يوم بالليل، يعني مثلا قبل ما تنامي تيجي تاني يوم تستخدميها بالليل، تمام؟ بعد ما نقعناهم بالشكل ده هنبدأ نعمل ايه؟ هتبدأي تجيبي طبق تاني او فنجان او حاجة وهتصفي مية الرز بتاعتك اللي فاضت دي، ومش هترميها خالص عشان هنعمل منها حاجة رهيبة لإزالة. يبقى مية الرز دي هنركنها كده عشان هنعمل منها حاجة في اخر الفيديو. هناخد بقى الرز بتاعنا ده اللي اتنقع خالص، بصوا عامل ازاي، وهتبدأي تاخديه في الكبة او المطحنة بتاعتك وهتبدأي تفرميه فرم ناعم خالص، هيتفرم معاكي بسهولة لانه منقوع فطري جدا. بصوا حبايب قلبي الرز بتاعي، بصوا بقى عامل ازاي، بقى زي العجينة كده، تمام؟ بصوا بعد ما ضربته في الكبه، تمام؟ هتبداي بقى تجيبي معايا هنا، طبعا احنا في موسم البرتقان، فهنبدا ان احنا نجيب معايا هنا نص برتقانايه، تمام؟ وممكن تستخدمي المندرين او اليوسفي بدل البرتقان عادي، بس يفضل طبعا تستخدمي برتقان. هتبداي تقسمي البرتقانايه بتاعتك زي الليمون كده، وهتبداي ان انت تعصريها على الرز المطحون اللي احنا عملناه ده، وهنبدأ ان احنا نقلب بالشكل ده كده اهو، بصوا، وندوبهم مع بعض
اهو اهو تمام. هنبدأ بقى نجيب معايا هنا المكون السحري ده اهو، وهو البيكنج باودر او مسحوق الخبز تمام، اللي بنعمل بيه الكيك يا بنات تمام. هتبدأي تاخدي منه معلقة كبيرة بالشكل ده، والوصفة دي على فكرة يا بنات تنفع كمان للجسم. وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده اهو. انا بتحداكي تقومي تجربيها حالا، بشرتك دي هتتغير 180 درجه. وما تنسوش التونر لازاله التجاعيد وللهالات السوداء، اللي عايز التونر ده يتفرج عليه لاخر الفيديو حبايب قلبي. قلبنا البيكنج بودر مع الرز مع عصير البرتقال بالشكل ده كده. هنبدا بقى نضيف عليهم معلقه كبيره من الدقيق او الطحين، وممكن تحطي نشا او كورن فلاور، ممكن دقيق او طحين، او ممكن تحطي نشا او كورن فلاور عادي، ده او ده هينفع، يا اما نشا يا اما كورن يا اما نشا يا اما تحطي دقيق او طحين. انا حطيت دقيق او طحين في الوصفه، وهنبدا نقلبهم كويس قوي بالشكل ده كده. شايفين البساطه في الوصفه؟ وصفة بسيطة جدا وسهلة قوي. يلا بقى بينا يا حبايب قلبي نقول هنستخدم الوصفة دي ازاي وهنعمل مع بعض التونر دلوقتي. اول حاجة حبيبة قلبي هتبدأي تجيبي الفرشة بتاعتك، وهتبدأي تيجي على وجهك كله، وهتبدأي تفردي الكريم الرهيب ده بالشكل ده كده اهو اهو، على بشرة وجهك كله ورقبتك وايديكي، وكمان ممكن كمان لو تدهنيها على رجليكي، لو رجليكي سمرة ممكن تدهنيها كلها على رجليكي وتسيبيها، وتلبسي كيس وتسيبيها نص ساعة تدي بياض رهيب لايديكي لرجليكي. لو انت كمان عندك مشاية عايزة تفتحي جسمك ممكن تدهنيها كمان في جسمك، بتدي بياض حلو قوي. هتسيبيها حبيبة قلبي لمدة 25 دقيقة كاملة، وبعد كده هتشيليها عن طريق الفرك. لو بشرتك حساسه ما تشيليهاش عن طريق الفرك، اغسلي بشرتك بالميه الدافيه وفي المسام بالميه الساقعه، اعمليها مره واحده بس في الاسبوع وتفرجي على بياض بشرتك. عايزاكي تشوفي بشرتك في المرايه قبل وبعد وتتفرجي على البياض اللي هتديهولك من اول مره. يلا بينا حبايب قلبي بقى نعمل التونر بتاعنا بميه الرز بتاعنا. كل اللي احنا هنحتاجه في التونر ده ان احنا هناخد التونر ده يا بنات بيشيل الكلف وبيشيل البقع وكمان بيشيل التجاعيد. كل اللي انت هتحتاجيه ان انت هتجيبي التونر بتاعك اللي هو ميه الرز، وهتحطي عليه نقطتين بس كده من خل التفاح، نقطتين بس، مش هتحطي كتير من خل التفاح، انا عايزه نقطتين فقط. وهتبداي تقلبي بيهم كويس قوي تمام، وهنبدا نحط عليهم معلقه صغيره من ميه الورد، وهنبدأ برضو نقلبهم. هنحط برضو عليهم بضع قطرات من عصير البرتقال، يعني حوالي مثلا معلقة صغيرة من عصير البرتقال، وهنبدأ ان احنا برضو نقلبهم. بصي بقى حبيبة قلبي، انا اسفة على البهدلة. بصي حبيبة قلبي، التونر ده هتبدأ ان انت تستخدميه تمام، تحطيه عندك في بخاخ يعني ازازه برفان قديمه، وهتبداي ترشيه على وجهك يوميا قبل النوم. التونر ده بيقعد معاكي اسبوع كامل ما بيفسدش، بس يتحط في التلاجة، تستخدميه يوميا قبل النوم، هيديكي نضاره تفتيح، هيخلي بشرتك تتنفس، هيذلك التجاعيد نهائيا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفه. ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.